بالموافقة على إقامة هذه البطولة في هذا التوقيت. السيد رئيس مجلس الوزراء اتحاد كرة اليد كابتن حسن مصطفى، وتحدي عظيم جدا ومجهود خارق من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاستقبال مصر لهذا الحدث في هذا التوقيت. سيادة الوزير مساء الخير يا فندم. كابتن سيف مساء الخير. ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ بص اولا ازيك انت؟ والحمد لله على سلامتك. الله يخليك يا فندم. دايما كده بالصحه وبالعافيه ويعني ان شاء الله بالتوفيق. ربنا يخليك يا فندم. الف 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 مبروك على ضربه البدايه لكاس العالم، الف مبروك على استقبال الوفود، الف مبروك على تنظيم خلال الشهور اللي فاتت الرائع، والف مبروك على المشهد اللي حضراتكم قدمتوه وكنت جزء منه امام العالم كله. بنقف بقالنا فتره بنقول شكلنا قدام الشعب المصري وقدام الدول الافريقيه، مصر النهارده بتتحدى، مصر النهارده بتقدم برزنتيشن الحقيقه كبيره جدا. أكيد طبعا الحمد لله مصر بتقدم برزنتيشن كبيرة جدا. البطولة زي ما حضرتك عارف يعني تم تحديدها من فترة مسبقة قبل الكورونا، وبعد التأكد من خلال يعني رئيس الاتحاد الدولي إن البطولة في وقتها ولن يتم يعني أي تغيير. كان في تحدي كبير جدا ودفعة كبيرة جدا من فخامة الرئيس في كل التفاصيل، وأيضا يعني الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى على إن احنا نكمل هذا التحدي، نكمل انشاءاتنا كلها بعدد الصالات اللي موجوده، تطوير كامل لهيئه استاد القاهره المجمع الصالات المغطاه، وطبعا الانشاء لثلاث صالات كبرى يعني مجمعات، برج العرب صالتين مش صاله واحده، لان صاله التدريبيه اتعملت جديده والصاله الرئيسيه 5500 تقريبا، كمان 6 اكتوبر صالتين، صاله للتدريب وصاله يعني اخرى 5000 برضه 500، وبالاضافه الى الحاجات الاخرى يعني مجمع 6 اكتوبر في فندق وفي مقر الاتحاد الدولي وفي مقر الاتحاد المصري وفي اكاديميه افريقيه ومقر الاتحاد الافريقي بالاضافه الى الصالتين، فطبعا بمنشات اخرى يعني في المجمع او كومباوند مجمع حسن مصطفى، وايضا بقى العاصمه الاداريه للمدينه الرياضيه الكبيره اللي فيها 7600 الصاله الاخرى. اذا كان التحدي الكبير جدا هو انهاء هذه الانشاءات في اقل من سنتين وفي ظروف الكورونا، ويمكن كان كل تقرير بيجي للاتحاد الدولي كان بيبقوا كاتبين حاجات ان هم قلقانين ان الانشاءات والصالات مش هتخلص. طبعا الحمد لله يعني على قدرات الهيئه الهندسيه اللي بنشكرها، وايضا كل الجهات اللي تعاونت ان ننهي هذا العمل يعني في هذا التوقيت، ده انجاز كبير جدا. كورونا طبعا وان احتداد الموضوع وان التاكيد ايضا بعد اجتماعات مع الاتحاد الدولي على ايضا البطوله في مكانها، لان بعدها هيبقى في اولمبياد فمفيش مجال للتاكيد، ده كان مهم جدا ان احنا تتضافر الجهود ونقبل هذا التحدي الكبير جدا 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 اللي انهي على خير الحمد لله. احنا دلوقتي في مراحل التشغيل بقى، التجهيز للافتتاح، الاستقبال اللي هو اللجنه المنظمه واعمالها اللي ايضا من فتره وهي موجوده بشكل منظم، وكذلك يعني عندنا شباب المتطوعين اللي اتمرنوا كويس جدا ودول مرآه كبيره جدا للشباب المصري ورئاء البطوله. تحدي اخر جديد 2021 كبير جدا، استضافه بطوله العالم في هذا التوقيت. يمكن كمان توماس باخ هيجي يوم 31، هيجي يوم 31 فين؟ اخر البطوله، اخر البطوله هو ما جاش الافتتاح عشان اخر البطوله ده يتاكد من يعني ماذا فعلت مصر ان شاء الله يكون بالنجاح ونقل هذه الخبره، او يعني التاكيد على رؤيتهم بالدوره الالعاب الاولمبيه اللي هتكون طوكيو 2021 اتاجلت 2020. فطبعا في يعني خبره عمل تامه يعني احنا لسه موجودين فيها ان شاء الله، ووزاره الصحه وكل الوزارات المعنيه مع دوله رئيس الوزراء توجيهاته ودقه المتابعه من فخامه الرئيس التفاصيل الحقيقه ان شاء الله يعني ننهي هذا العمل الكبير جدا اللي يمكن اكسبنا خبره في كاس الامم الافريقيه كره قدم وتصفيات 23 سنه في فتره وجيزه، ايضا ادانا مقدره اخرى ان احنا ان شاء الله ان شاء الله في ظل ان الظروف مش سهله وظل يعني الاجراء اللي بتعمله
الترتيب ليه مره في الظروف العاديه بتعمل 4 مرات في ظروف الكورونا، باحتياطات غير طبيعيه، باجراءات ذات صحه. يعني بصراحه تعبانه معانا جدا، وكل الجهات المعنيه وزاره الداخليه يعني منتهى الحرفيه والدقه في كل التفاصيل. عشان كده كان في فرصه مهمه جدا للماتشين المباراتين الوديتين اليابان، ان الجزء الاولاني لاحظنا المفروض يتعمل. الماتش الثاني كان فيه يعني شبه بروفا كامله لكل تفاصيلنا التنظيميه، وكان شيء مبهر يعني في الحقيقه. احنا تضافر كل الوزارات المعنيه، وشكلنا زي ما شكلنا برضو السيستم اللي اتعمل فيه الدوره الافريقيه، غرفه طوارئ دلوقتي ممثل لكل وزاره معنيه موجودين في استاد القاهره، كل شخص معني من الوزاره المختلفة له القدرة على اتخاذ القرار والاتصال والتواصل لإنهاء أي مشكلة قد تكون موجودة والحل الفوري. إن شاء الله إن شاء الله يعني تكون حاجة كويسة ومميزة. يعني ما عندناش شك يا فندم في وجود حضراتكم إن شاء الله بإذن الله هيبقى نجاح كبير جدا، والصور اللي بنشوفها أمامنا واللقطات اللي بنشوفها دلوقتي تدل الحقيقة إن الدولة المصرية بالبنية التحتية، بملاعبها، باستاداتها، بمؤسساتها، بالموارد البشرية اللي موجودة، الحقيقة في منطقة تانية خالص. إن ما كانتش الأفضل أو ما كانتش من الأفضل فهي الأفضل في العالم. الحقيقة شايفين قدامنا لقطات، وشايفين قدامنا قاعات وصالات، حاجة أكثر من رائعة. ما يخص يا فندم الجمهور، أنا عارف إن في اجتماع بكرة مع السيد رئيس مجلس الوزراء، وحضراتكم هتقرروا فيه ما يخص الجمهور، هل هناك هيبقى فيه حضور جماهيري ولا لأ؟ والله إحنا في مرونة في التنظيم، عندنا أولويات، الأولوية إن البطولة بصفة عامة لازم تطلع إن شاء الله يعني تليق بينا في كل حاجة، دي الأولوية الأولى. والأولوية الأولى أيضاً إن كل الوفود القادمة وكل اللي جايين مصر يجوا بسلام ويمشوا بسلام، ده شيء مهم جدا. عشان كده يعني الجانب الصحي والبروتوكول اللي موجود او معمول والنظام الجديد اللي معمول ده هو الاساس. احنا بدانا الاول في اول المناقشات كان في سماع ب 50%، وايضا في وجود يعني رئيس الاتحاد الدولي. الاجتماع الاخر في الحقيقه مع الدراسه ويعني اللجنه الصحيه واللجنه الطبيه بقى 30%. وايضا بعد دراسه اخرى احنا وصلنا ل 20%. بكره هنناقش ان في بعض التحفظات من خلال يعني الاتحاد الدولي ومن خلال الفرق القادمه او الدول اللي يعني الجماهير هيتم مناقشها والمناقشه واللي هنوصل اليه في مرونه، لكن ان شاء الله يكون في افتتاح كبير وكويس ويليق بينا شكل التنظيم، فده هيناقش ان شاء الله بكره باذن الله. ان شاء الله باذن الله يا فندم ما عندناش شك من النجاح، والحقيقه كل تجارب حضراتكم وكل تجارب الدوله المصريه ناجحه بشكل كبير جدا جدا. استغل طبعا وجود حضرتك معايا وما يخص بقى يعني معشوقه الجماهير كره القدم، وهل هناك يا فندم جديد في انتخابات اتحاد الكره او التواصل الدوله المصريه مع الاتحاد الدولي؟ بص احنا بنتواصل مع الاتحاد الدولي من خلال يعني وده بروتوكوليا وكمان يعني احترافيا من خلال اللجنه الثلاثيه الحاليه. احنا يعني تقدمنا وان هم يعني يتبادلوا الحوار مع الاتحاد الدولي في ظروف القانون المصري، وكمان القرارات الوزاريه اللي موجوده ان هي يعني في ظل ظروف كورونا اللي بيها كمان مع القانون المصري طلبنا يعني ان يتم المناقشه على عمليه مد خطه الطريق اللي حاططها الاتحاد الدولي. احنا بنحترم طبعا الاتحاد الدولي، بنحترم قراراته، بنحترم يعني اي حاجه لا تمس كره القدم بشكل احترافي يعني. ففي تبادل يعني للحوارات، وفي تبادل للمراسلات مع اللجنه الثلاثيه والاتحاد الدولي، ان شاء الله في انتظار القرار من خلالهم، لكن مترقبين الموقف. هنحترم قرارات الاتحاد الدولي ايا كان الوضع بما لا يخالف القانون المصري. يا رب ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لحضراتكم والدوله المصريه، وان شاء الله باذن الله كاس عالم العالم كله يتحدث عنه. ان شاء الله كابتن سيف، وكمان مره يعني الحمد لله على السلامه. بشكرك يا فندم، بشكر حضرتك. وكمان صحه للجميع ان شاء الله. بتشرف بوجود حضرتك دايما معايا، وبشكر حضرتك على السؤال دايما. بشكرك جدا جدا. بشكرك شكرا جزيلا دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. الحقيقة